أهلا فيكم حبايبي برج القوس في قناتي. رح نشوف شو هي توقعاتك العاطفية. القراءة مثل دائما رح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع، وأيضا تقبل العكس، يعني إذا أنت عم تتعامل مع برج القوس ممكن تحس إنه بعض الأشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك أو منطبقة على طاقتك. مثل دائما طبعا خذ المفيد من القراءة، خذ فقط الأشياء الإيجابية اللي ممكن تستفيد منها من القراءة، واترك الأشياء اللي بتحسه ما بينطبق عليك، لأنه القراءة عامة يعني مش راح تنطبق على الجميع، فخذ منها فقط اللي بيفيدك. قبل ما نبلش بالقراءة راح ناخذ كود توضيحية، وبعدين راح نشوف شو طاقتك، طاقة الحبيب الحالية، وشو خطواته ونواياه، وشو مصير العلاقة بينكم بالمستقبل عشان تفهم الوضع أحسن. طيب رح نبلش بطاقتك أول يا برج القوس. بالنسبة لطاقتك الحالية يا برج القوس، عم شوف أنت عم تفكر بشخص معين، شخص في الماضي، عم تفكر بخسارة من نوع ما، أو في عندك حدا بحياتك عم تعتبره توأم أو رفيق درب أو توأم روح، وعم بتكن إليه كتير من المشاعر. عم شوفك أوراقك الثلاثة هدول أوراق مائية أو أوراق عاطفية بتخص العاطفة، فأنت في شخص بحياتك حاليا عم تفكر كتير فيه، وعم شوف إنه في حدا بدك، يعني ممكن مش بدك تقدم له عرض حب، ولكن بدك يكون في من بينك وبين هالشخص علاقة. أيضا عم تحس بشوي من خيبة الأمل، لأنه عم تحس إنك عم تشتغل على العلاقة مع هالشخص، ولكن مش عم تعود عليك بالنتيجة اللي بدك إياها بوقت سريع. عم تفكر بالجانب السلبي أكثر من الإيجابي، وعم شوفك حزين، حزين مشان شخص ما، في عندك شخص انت حزين مشانه، عم تفكر بالماضي، ممكن تكون عم تفكر بأكس او عم تفكر بعلاقة كانت بينك وبين شريك، ولكن لسبب ما نجحت العلاقة. ولكن عم شوف طاقتك حاليا يا برج القوس كتير عم تفكر بالشخص اللي انت عم تتعامل معه. بدنا نشوف طاقة الحبيب، طاقة الشريك. الحبيب اللي عم تتعامل معه free spirited، او ما بيحب حدا يتحكم فيه، ما بيحب حدا يسيطر عليه دائما، او انت بتحس انه هو بيتغير بسرعة، او دائما بيتحرك بسرعة، الأمور معه مش واضحة تماما، أنت بتحس الأمور متقلبة مع هالشخص وما بتتحرك بالنتيجة اللي أنت بدك إياها، لأنه مرة بتكون الأمور بينكم إيجابية ومنيحة، ومرة بتكون سلبية، أو بتكون الطاقة بينكم متوقفة والتفاهم بينكم صعب. عم شوف هو الحبيب في عقله الباطني السبب اللي ممكن ما خلى الأمور تنجح بينكم، إنه هالشخص عم شوفه family oriented، أو كتير بيهتم بالعائلة، فهو عم يفكر، هو بمطرح بحياته عم يفكر بتكوين أسرة، لأنه عندك 10 of cups، هالشخص بده يكون أسرة. أيضا عم شوفه
بالعقل الباطني عنده، يعني شخص emotionally mature أو عاطفيا ناضج هالشخص. عم شوف أيضا هو ما بيحب إنه الأمور بينكم أيضا مش واضحة، مش فقط أنت ما بتحب إنه الأمور بينكم مش واضحة، لأنه بيشوف هالشخص إنه أنت شوي متلاعب هون. Seven of Swords، هالشخص بيشوفك بعقله الباطني، بيشوفك بتخبي عليه أو ما بتحكي لإله الصدق. في أشياء هو بيشوف في حياتك أو فيك أنت غير واضحة، وهالإشي ممكن يكون مخوفه من إنه هو بده ارتباط والتزام أكتر من برج القوس. عم شوف برج القوس برغم إنه مشاعرك كتير صادقة تجاه الشخص، إلا إنه أنت كمان ما بتحب حدا يربطك أو حدا يحطك في بوكس معين أو مطرح معين. وأنا عم شوف إنه هو الهدف النهائي لهالشخص أو الجول تبعه إنه هو بده يكون أسرة، وغالبيا بده منك التزام، بمعنى إنه للبعض منكم برج القوس هالشخص بده التزام، بمعنى مش فقط علاقة، بمعنى يعني ارتباط رسمي اللي هو ممكن يكون خطوبة أو ممكن يكون زواج. فممكن يكون العلاقة شوي ملخبطة بينكم، لأنه هو بده يرتبط أسرع منك أو في وقت أسرع منك. فبدنا نشوف شو ممكن تكون سبب المشاكل بينكم أو واحد من أسباب المشاكل بينكم، وكيف ممكن تفهم الوضع بينك لحتى تحله. عندك هون entrapment، يعني في أنت وهو إنه طاقتكم مشتركة، عم تحسوا إنه أنتم محطوطين في صندوق أو مطرح معين أنت وهو ما بدكم إياه. في شخص كتير عفوي منكم وبيحب يخلي الأمور تيجي بسهولة، أو يعني مثل ما الله بيريد. وفي شخص بيحب الأمور تكون كتير مدروسة أو بيحب يمشي على نمط معين. فأنت رح يعني أنت بيختلف الوضع من شخص إلى آخر، بس أنت رح تشوف إنه مين هو الشخص اللي هو شوي عفوي أكتر بالعلاقة أو ما بده التزام جدي حاليا. عم يشوف إنه هو مش مستعد إلى التزام جدي، وفي طرف بده التزام جدي، بده نمط معين يمشي عليه. أيضا بده يحس إنه في نهاية العلاقة رح توصل لإلها، لأنه 10 of wands يعني في تكملة لإشي معين، وهو بده يشوف إنه العلاقة تكون إلها نهاية. أيضا في طرف منكم مع إنه حاول يتواصل مع الشخص الآخر بطريقة روحانية، ولكن الطرف الآخر رافض فكرة الحب أو رافض يتقبل منه عرض أو رافض التواصل معه. عم شوف البداية بينكم اللي كنتوا بتريدوها ما نجحت، في صار كنتوا رح تبدوا ببداية، البعض منكم كنتوا رح تبدوا في بداية جديدة، أو حصل في بينكم فترة تخاصمتوا فيها مثلا، كنتوا بدكم تبدوا بداية جديدة ولكن فشلت، لأنه عم شوف إنه في طرف ترك العلاقة أو مشى في طريق لوحده من أجل إنه يحصل على بداية جديدة بالعاطفة. وبما إنه إجت بطاقتكم هاي، فصار في عندكم خلل بإنه تبدأ العلاقة مرة أخرى، لأنه في طرف رافض فكرة الحب، لأنه عم يشوف إنه طريق ما في إله
في النهاية، أو ما في خط واحد، أو ما في ارتباط من نوع زواج أو خطوبة أو ارتباط رسمي، لأنه عم شوف في طرف بده ارتباط وفي طرف بده شوي ياخذ الأمور ببساطة، أو بده يتمهل أكثر بأخذ الأمور. طيب بدنا نشوف طاقتك أنت في المستقبل، أو شو عم تفكر فيه عندك letting go. فأنت رح تترك شخص أو رح تترك تفكير معين بحياتك أنت عم تشوف إنه أبطل يفيدك. في أيضا عندك Three of Swords with the Magician with the Empress. فطاقتك بالمستقبل طاقة كتير عم شوف أفضل، لأنه أنت عم شوفك أيضا إذا أنت زعلان من هالشخص أو إذا أنت مجروح من هالشخص، عم شوف إنه أنت مستعد إنه تترك اللي صار بالماضي وتخليه يعني بالماضي، إنك تتركه بالماضي، لأنه عندك Three of Swords. Three of Swords بترمز إلى إنه أنت يعني كان في جرح عاطفي من هالشخص، انجرحت من هالشخص، الشخص هاد زعلك، ولكن عم شوف إنه أنت مستعد تترك بعض الأمور أو بعض المنازعات الجدالات اللي صارت بينك وبين هالشخص تتركها بالماضي. عم شوفك أيضا عم تحاول توفق بين شيئين بحياتك، عم تحاول توفق بين ممكن شخصين، ممكن عم تحاول توفق بين العاطفة والعمل، لأنه ممكن إذا برج القوس مش أنت اللي بدك الارتباط، ممكن أنت ما بدك ارتباط لأنك ممكن مركز على الوضع المادي كتير، أو عم تفكر حاليا بكيف تكون نفسك من الناحية المادية أول، بالذات إذا مثلا رجل برج القوس رجل عم يتابع، ممكن يكون غير مستعد إلى الارتباط بعكس الشخص اللي عم تتعامل معه. أيضا بدي أحكي بالأبراج اللي ممكن عم تتعامل معها، ممكن تكون عم تتعامل مع أبراج مائية، أبراج ترابية، أبراج هوائية، بس بالأغلب في عندي أوراق مائية، فممكن الشخص اللي عم تتعامل معه كتير حساس أو في كتير مي بالخارطة الفلكية تبعته. أيضا خلينا نشوف خطوات الشريك بالمستقبل أو خطواته المستقبلية. سولميت، هالشخص عم يبحث عن رفيق الدرب أو عم يبحث عن شريك يخوض معه رحلته في الحياة. عم شوفه مقبل أو بده بداية عاطفية جديدة معك. عنده Ace of Cups، فهالشخص عم و Queen of Cups أيضا، هالشخص عم يطمح إلى بداية جديدة معك. أيضا عم شوف هالشخص بيرضى بالقليل، بمعنى انه هو مش من النوع اللي متطلباته ممكن تكون كتيرة، مع انه البعض منكم ممكن تفكر انه هو او ممكن تفكر انه هو متطلباته كتيرة او عم يطلب منك اشياء كتيرة، ولكن هو عم شوف انه الاشي اللي كتير مركز عليه هو فقط شخص أو رفيق درب يكون معه، لأنه أغلب تفكيره تفكير عاطفي، فما عم شوف هالشخص بيهتم كتير بالمادة. ممكن يكون أيضا شخص روحاني اللي عم تتعامل معه، عم شوفه أكتر إشي يركز عليه أو مهتم فيه اللي هو طبيعة التواصل بينكم ومدى التزامك مع هالشخص ومشاعرك تجاه الشخص، حقيقة مشاعرك تجاه الشخص. أيضا عم شوفه بالمستقبل بده بداية عفوية معك جديدة. أنا عم شوف إنه ممكن هو شخص كان في الماضي كتير جدي، أو أنت حسيت إنه كان كتير جدي،
إنه إذا ما مشيت الأمور مثل ما هو بيريد بيفركش الوضع أو بيترك العلاقة. عم شوف إنه هو بالمستقبل رح يحاول ينظر إلى الأمور بطريقة شوي مش إيجابية، شوي فلكسبل أكثر أو مرنة أكثر من ناحية نظرته للعلاقة بينكم. عم شوفه أيضا بالمستقبل هالشخص عم ينتظر يسمع منك خبر، لأنه في عنده three of wands. هالشخص عم يستنى رسالة منك، عم يستنى خبر منك، أو عم يستنى بداية جديدة معك. عم شوف هو عم يتقدم من الناحية، أو رح يركز على وضعه العائلي أو وضعه المادي، ولكن في عقله الباطني لسه عم يستنى خبر، أو عم يستنى ممكن أنت وهو مش عم تتواصلوا نهائيا. للبعض منكم اللي مش عم تتواصلوا نهائيا، الشخص بده يعرف فقط أنت شو هي أخبارك، يعني شو التطورات اللي صارت معك، شو الجديد في حياتك. يعني بده مثل يطمن على وضعك، كيف هو، منيح أو لا، إيش مثل هيك. طيب بالنسبة لطاقتكم المشتركة بالمستقبل شو ممكن يصير؟ How teachable are you؟ الوضع بينكم بيتطلب المرونة، وأيضا بيتطلب إنه تتقبل الشخص، تتقبلوا بعض مثل ما أنتم. عم شوف إنه بدكم تكونوا أكثر بالمستقبل مرنين مع بعض. هذا بالنسبة لكرت النصيحة. أما اللي بيصير بالمستقبل بينكم، جميع الكروت هاي كروت عاطفية، فالوضع بينكم عاطفيا رح يكون كتير إيجابي. في بداية جديدة من الناحية العاطفية رح تصير بينكم، رح يصير في بينكم كونكشن كتير عالي. أيضا أغلب الكروت المائية اللي إجت لك هون من الرقم الكبير أو King of Cups، يعني ف King of Cups أفضل من أفضل كروت الحب، لأنه المشاعر بتكون مشاعر عميقة، الارتباط بس يكون على المدى البعيد. أيضا في رح يكون كتير من التعاطف، بما إنه الأوراق كتير مائية إجت، فرح يكون في كتير حساسية بينكم، كتير تعاطف بينكم. يعني حتى إذا صار في أغلاط، أو إذا صار في بينكم جدالات أو مشاكل، عم شوف إنه في مجال لمناقشة الأمور بينكم، لحل الأمور بينكم، وحتى يعني لوجود فرصة إنه تشرح الوضع بينكم. في رح يصير بينكم عادل بالأخذ والعطاء، لأنه عندك Six of Pentacles هون، فأنت وهو ورح توصلوا لمرحلة إنه تفهم أو تفهموا الاثنين، إنه يعني بدك تعطي على قد ما بتأخذ، أو إشي مثل هيك، بالذات من الناحية العاطفية. أيضا عم شوف إنه إذا صار في بينكم جدال بالمستقبل، أو مشكلة بالمستقبل، أو misunderstanding أو عدم تفاهم بالمستقبل، الطريقة اللي رح تحلوا فيها الوضع أو رح تحلوا فيها النقاش رح تكون طريقة مشور أو طريقة ناضجة، مش رح تكون فقط يعني رح تحكم على الشخص أو رح تحكم على التواصل مباشرة. لا، رح تتناقشوا مع بعض في الموضوع لحتى توصلوا إلى ناتج يفيد أو تستفيدوا فيه الاثنين. بس من الناحية العاطفية عندك هون أربع كروت مائية إجت لك من الكروت التوضيحية،
فالوضع بينكم من الناحية العاطفية كتير إيجابي. أيضا عم شوف من الناحية المادية أو من ناحية التوفيق بين العمل والعاطفة، عم شوف راح تعطوا اهتمام أكتر للعلاقة بينكم، لأنه عم تفكروا فيها للمدى البعيد، أو بدك أنت وهو توصل العلاقة هاي إلى المدى البعيد، أو إلى 10 of cups، إلى يعني إنشاء أسرة أو إنشاء ارتباط جدي بينكم. أوكي حبايبي برج القوس، بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها. إذا حبيت الفيديو لا تنسوا تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب وتفعل جرس الإنذار حتى يوصلك كل جديد. إن شاء الله رح أشوفكم في فيديو قادم. شكرا لكم جميعا.